انطلقت صباح اليوم في مدينة تعز فعاليات المؤتمر العلمي الأول لأمراض القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بتنظيم من مركز القلب في المحافظة بالشراكة مع جامعة تعز. المؤتمر والذي يستمر ليومين يضم 82 ورقة بحثية، ويتحدث فيه 60 مشاركا داخليا و20 مشاركا خارجيا. وفي المؤتمر تم عقد 5 ورش عمل في المجال، كما يستفيد من المؤتمر نحو 1600 طبيب من اليمنيين والعرب والأجانب، منهم 1200 متواجدون حضوريا داخل قاعات المؤتمر، بينما 500 طبيب حضروا عبر تطبيق الزوم. المؤتمر العلمي الأول لأمراض القلب والأوعية وزراعة الكلى، ويشكل نقلة نوعية، وهو الأكبر على مستوى اليمن والأكثر حضورا بشكل قوي. هو يوازي المؤتمرات العالمية، حيث أنه يضم 82 ورقة بحثية، ويتحدث فيه 60 مشارك داخلي و20 مشارك خارجي حضوريا داخل المؤتمر. تم عقد 5 ورش عمل، يستفيد من هذا المؤتمر 1600 طبيب، سواء داخليا 1100 في قاعتين سعتها 1100، أم حضوريا في الزوم 500 شخص. بالإضافة النقلة النوعية لهذا المؤتمر أنه يستفيد من أكثر من 100 مريض. الفرق الزائرة قامت بإجراء العمليات ثم انتقلت للمحاضرات ودراستها. وأختتم أن هناك 20 ورقة قدمت من ما سميناهم علماء القلب المستقبلين، أطباء الماجستير والدكتوراه، وهذا يشكل تكاتف الجميع، وبالفعل هي نقلة للأمام.